المفروض راح نغطيها اليوم هي في خانة المتجر، أو عفوا هي في خانة الكور الرئيسية، المبيعات، كشف الحساب والتقارير والمخزون. إذا مثلا تكلمنا عن، خلونا نقول، المبيعات، راح نشوف الآن إن هنا نقدر نبحث، راح نشوف المنتجات، العنوان والصورة، رقم المنتج اللي هو الايتم نمبر، عندنا الاس كي يو الخاص بالشريك، اس كي يو، حالة المنتج، تاريخ الشحن، السعر الأساسي والرسوم وإلى آخره. في هذه النقاط نقدر نضغط على عرض، يعرض لنا تفاصيل المنتج نفسه وأيضا القيم اللي موجودة. هذا الآن بالواجهة الجديدة. إذا رحنا للنسخة القديمة، نفس الفكرة، سي أو مبيعات، عندنا بحث وعندنا فلترة، نقدر نفلتر بالحالة أيضا، وراح تظهر عندنا الآن المنتجات نفس ما احنا شايفين بنفس الشكل، هذا هو المنتج والقيمة وإلى آخره. عرض المزيد نفس الجدول اللي احنا شفناه قبل شوي راح يكون موجود، ما في أي اختلاف. خلونا ناخذ مثال ثاني. إذا جينا هنا وقلنا تقارير، خلونا مثلا نختار مدة معينة، اخترنا من 1 نوفمبر إلى مثلا 4، ضغطنا بحث، تظهر لنا 6 أنواع تقارير: تقرير فاتورة ضريبة القيمة المضافة، تقرير شعار ائتمان ضريبة القيمة المضافة، بيان تفاصيل التقرير، تقرير موحد ستوك موفمنت ريبورت، وستوك كلوزنج ريبورت. في النسخة التجريبية نفس الفكرة، إذا جينا للرئيسية ودخلنا على تقارير، نفس التقارير راح نشوفها موجودة هنا، نقدر أيضا نختار أسبوعي أو شهري، ومن هنا نفلتر المدة. الفكرة من هذا العرض أو التصفح اللي احنا الآن أجريناه، إن اللي اختلف علينا هو بس الواجهة الخارجية، ممكن يكون في بعض التفاصيل إضافية عرضت في هذا الشكل، ولكن بنسبة 90% راح يكون فقط الشكل الخارجي. ممكن البعض الآن يشتغل معهم لسه النسخة القديمة، أو البعض الآن تحدثت معهم إلى النسخة الجديدة. بسم الله، راح نبدأ اليوم التدريب على الواجهة الثانية. في الواجهة الثانية إن شاء الله مثل ما قلنا راح نبدأ بالمبيعات وكشف الحساب والتقارير والمخزون. هذه الـ4 خانات هي اللي راح نتناقشها اليوم في التدريب إن شاء الله. في نهاية التدريب راح ناخذ أسئلتكم، إذا عندكم أي أسئلة حابين تسألوها عن محتوى التدريب ونجاوب عليها إن شاء الله. طيب، راح نبدأ أول شيء بالتقارير، لأن محتوى التقارير أغلب الخانات اللي موجودة في التقارير راح تكون موجودة معنا في الخانات الثانية اللي هي مبيعات وكشف الحساب والمخزون، ولكن راح تكون معنا ظاهرة بطريقة عرض مختلفة. التقارير راح يعرض لنا إياها في الإكسل، والتابات هذه الثانية راح تعرض لنا إياها في النظام نفسه بدون ما يحتاج ان احنا نستخرج فيها اكسل. فنبدا بالتقارير اول مثل ما ذكرنا. الان هنا عندي اقدر اخذ فتره التقارير اسبوعي او شهري، او مثل ما هو ظاهر لي هنا تفصيل، فاختار مده معينه او تاريخ معين من والى نفس ما راح ناخذ في المثال. خلونا نرجع ناخذ مثلا من 20 الى 30 مدة 10 أيام نفس ما هو ظاهر الآن، ونضغط على بحث. في 6 أنواع من التقارير، راح ناخذ محتواها ونشرحها رؤوس أقلام، وبعدين راح ننزل كل تقرير فيها ونشوف المحتوى بشكل مفصل أكثر. التقرير الأول راح يتكلم عن تقرير فاتورة ضريبة القيمة المضافة. المفروض الرقم هذا راح يكون جميع مبيعاتك اللي أنت سويتها خلال الفترة اللي أنت فلترتها، وداخل التقرير راح يذكر لك نسبة القيمة المضافة نفس ما احنا عارفين اللي هي 5% طبعا نظاميا، وزائد راح يوضح لك المبلغ بعد خصم الضريبة المضافة وقيمة الضريبة المضافة كم كانت تساوي بالضبط. نفس الفكرة راح تكون عندك في تقرير شعار ائتمان ضريبة القيمة المضافة، نفس الفكرة بالضبط، ولكن هذا راح يكون للمرتجعات. بعد ما تكون انت مثلا هنا حسبت
القيمة المضافة كم. إذا رجعت لك القطعة بعد ما انباعت راح تكون عندك هنا في تقرير المرتجعات، فالمفروض أنك أنت تستثني المرتجعات من المبيعات على أساس تعرف القيمة الفعلية اللي أنت المفروض أنك تدفعها للضريبة المضافة كم راح تكون حسب التقرير اللي ظاهر هنا. الخانة هذه بيان تفصيل التقرير أو تفاصيل التقرير، المقصود فيها أنها راح توضح لك جميع المنتجات اللي انباعت وتحولت قيمتها لك، يعني نقدر نرمز له بأنه كشف حساب، راح يجيب لك تفاصيل تشوف الحسابات اللي نزلت في حسابك خلال الفترة برضو اللي أنت مفلترها. التقرير الموحد نفس فكرة هذا التقرير، ولكن ما راح يكون على المدفوعات بس، راح يكون تقرير موحد بغض النظر عن حالة المنتج، هل هي مدفوعة غير مدفوعة، تم توصيلها، مرتجعة، راح يجيب لك تفاصيل القطع اللي المفروض أنها طلعت من عندك خلال هذه الفترة. آخر تقريرين ستوك موفمنت ريبورت راح يبين لك اللي هو حركة الستوك اللي موجود عندك في الاف بي ان، والستوك كلوزنج ريبورت نفس الفكرة ولكن راح يبين لك الحالات النهائية للمخزون سواء مشحون أو مرتجع أو متوفر في الستوك. راح ننزل الست تقارير هذه بالدور وناخذ محتواها إن شاء الله واحدة واحدة. نبدأ الآن بتقرير فاتورة ضريبة القيمة المضافة. نزل معنا التقرير. من هنا أول خانة راح نبدأ نشرحها هي الايتم نمبر، على أساس نكون فاهمين الايتم نمبر راح يتكرر معانا في كل مراحل التدريب بالنسبة للواجهة الثانية. دائما الايتم نمبر هو الرقم المميز للقطعة، القطعة المفروض انها بعد ما تعدي من فحص الجودة والمفروض انها تطلع للعميل، النظام ينشئ لها على طول ايتم نمبر. الايتم نمبر هذا ما راح يتكرر معك سواء من نفس القطعة او من قطعة ثانية، الايتم نمبر ما يتكرر اللي هو رقم القطعة الا في حالة واحدة، إذا طلع عندك مبيعات ورجع عندك كمرتجع راح يرجع لك بنفس الايتم نمبر، غير كذا الرقم هذا مميز ما راح يتكرر معك أبدا. هنا عندي الاس كي يو حق نون، اس كي يو نون للقطعة، تاريخ الفاتورة نفس ما هو ظاهر الانفويس ديت اللي المفروض انها صدرت للعميل، الانفويس تايب في نفس ما احنا شايفين اللي هي الرسوم، السورس دوكمنت هذا راح يكون رقم مرجعي لعملية الطلب او عملية الشراء اللي سواها المشتري نفسه، ما راح تحتاج هذا الرقم باي شكل من الاشكال، هو مجرد مرجع للعميل. التي ار ان هذا كود خاص داخليا يتم استخدامه في نون برضه ما راح تحتاجه. مدينة العميل وبلد العميل برضو معلومات إضافية ما راح تحتاجها، اللي أنت راح تحتاجه غالبا هو الأيتم نمبر، الاس كي يو حق القطعة، تاريخ الفاتورة الصادرة للعميل، رقم الفاتورة، الانفويس نمبر مثل ما احنا شايفين، وهنا راح يظهر لك الفات ريت اللي هي 5% نظاميا حسب ما احنا عارفين، والمبلغ بعد خصم الضريبة المضافة وقيمة الضريبة المضافة، يعني المفروض الخانتين هذه راح تكون إجمالي المبلغ عندك إذا خصمنا 5% حسبة كم نسبة الضريبة المضافة راح تطلع لك 1.72 واللي راح يبقى لك 34.73. طبعا للمعلومية أن الضريبة المضافة يتم دفعها من البائع نفسه، احنا ما راح ندفع الضريبة المضافة، ولكن هذا تفصيل عشان يوضح لك التقرير كم الضريبة المضافة اللي واضحة عندك بناء على مبيعاتك على أساس تقدر تعرف قيمتها فعليا، وانت بعد كده طبعا انت اللي راح تدفعها. فهذا بس قاعد يوضح لك تقرير فاتورة الضريبة المضافة كيف راح تكون. نفس الفكرة مثل ما شرحنا في الخانة هذه ولكن راح تكون للمرتجعات. لو حملنا الملف الآن وفتحنا التقرير، خلونا نكبر الخانات، نفس الفكرة الايتم نمبر مثل ما قلنا بيكون عندك يونيك الا لو انها طلعت في المبيعات وارتجعت مرة ثانية نفس القطعة هذه فراح ترجع لك بنفس الايتم نمبر. هذا ملف تقرير اشعار ائتمان ضريبة القيمة المضافة، نفس الفكرة الاس كي يو موجود، بدال تاريخ الفاتورة هنا راح يكتب لك كريدت نوت ديت، هذا المفروض انه تاريخ المرتجع. نفس الفكرة الكريدت نوت تايب من كاستمر، مرتجع من الكاستمر، السورس دوكمنت هذا برضو رقم مرجعي للكاستمر نفسه او العميل نفسه بعملية الارتجاع اللي سواها، كود داخلي لنون كمرجع، الكريدت نوت نمبر اللي صدرت له بنفس هذا التاريخ، المفروض في هذا التاريخ في رقم للكريدت نوت راح يظهر، والكريدت نوت هذه راح تكون مرجع لأي انفويس نمبر نفس ما هو ظاهر، وبعد كذا نفس الفكرة راح يقول لك
الضريبة المضافة قيمتها 5% أو الريت حقها 5%. قيمة المنتج بعد خصم الضريبة المضافة، قيمة الضريبة المضافة فعليا ما احنا شايفين. طبعا عندك الخانة الأخيرة هذه description اللي هي وصف القطعة، برضو راح تكون موجودة عندك في تقرير المبيعات، description وصف القطعة. الآن الفكرة اللي احنا المفروض ان احنا نسويها، ان هذا المفروض تقرير المدفوعات عندي invoice date، وهذا تقرير المرتجعات المفروض كريدت نوت زي ما احنا شايفين. فالمفروض اني انا استثني الكريدت نوت اللي هو المرتجعات من التقرير هذا. فراح نستخدم الان كمثال نقطة صغيرة واحدة كمعادلة VLOOKUP، لا عفوا خلونا نغير المعادلة، كمعادلة VLOOKUP بس عشان ناخذ المثال. المفروض المعادلة تقول أن أي item number من هذيلة في تقرير فاتورة الضريبة المضافة يكون موجود في خانة أو ملف المرتجعات، يظهر لي إياه على أساس أني أقدر أشوف كم مرتجع عندي. الآن نطلع لفوق نفتح الفلتر، هذه كلها المفروض مرتجعات NA، طبعا المقصود فيها انه not available، فراح استثني ال NA اشوف الخانات الثانية. فعندي هذا القدر المفروض انه مرتجعات، هذا تقرير ال invoice date او الضريبة المضافة للمبيعات. خلونا نفتح فلتر في المرتجعات بس عشان نستوضح. نسخت ال item number هذا وجيت هنا للمرتجعات، بحثت بنفس ال item number لقيتها موجود. خلونا نركز في النقطة هذه الآن. المفروض تاريخ ال invoice date كان في يوم 20/10، وال invoice number ينتهي ب 3/7/7/9. الآن نفس ال ID هذا ال item number رجع عندي كمرتجع في تاريخ 29/10، وإذا شفنا الـ invoice number اللي كان صادر نفسه ينتهي ب 3/7/7/9. فنفس القطعة هذه اللي ظهرت عندي في تاريخ أو طلعت من عندي في تاريخ 20/10 رجعت لي مرة ثانية مرتجع في 29/10. فالمفروض أن الخانات هذه كلها أو الأرقام هذه كلها اللي ظاهرة كـ item number المفروض أني أنا ما أدفع قيمتها فعليا لأنها رجعت عندي كمرتجع. فالآن استثنيتها من الملف وحذفتها، راح يبقى لي القيم هذه اللي كانت MA اللي هي not available المقصود فيها. الآن أقدر أشوف كم القيمة بالضبط، وبناء عليه أعرف أن القيمة هذه المفروض أني أدفعها أو أسددها. طبعا إحنا الآن أخذنا مثال على فترة معينة، مثل ما شفنا أخذنا مثال في النظام كان على 10 أيام بس، راح تختلف معك النتائج والأرقام بناء على الفترة اللي أنت راح تفلتر بناء عليها، كل شهر، كل 3 شهور، كل 6 شهور، متى حاب تسوي التقرير هذا، الموضوع يرجع لك. الخانة هذه بيان تفاصيل التقرير أو مثل ما وصفناها كشف الحساب. خلونا ننزل هذا الملف. نزل معنا التقرير الآن، راح نفتح التقرير ونشوف التفاصيل اللي مذكورة فيه. هذا التقرير الآن حق كشف الحساب مثل ما وصفناه أو بيان تفاصيل التقرير. خلونا نكبر الخانات نشرح الهيدرز أو العناوين. عندي هنا الايتم نمبر مثل ما قلنا راح يتكرر معنا نفس الفكره، البارتنر اس كي يو هذا المفروض اس كي يو حق القطعه، الاس كي يو حق نون، الستيتمنت نمبر هذا المفروض رقم الحواله، ولو نركز في رقم الحواله دائما راح يظهر معك بنفس الصيغه هذه. هنا راح يشرح لك متى اليوم ومتى الشهر ومتى السنه اللي المفروض انه تحول لك فيها الستيتمنت هذا او الكشف هذا اللي تحول لك على حسابك، وهذا رقم المتجر نفس ما احنا شايفين اللي هو الاي دي بارتنر، رقم المتجر الخاص فيك. فهذه فكرة الستيتمنت نمبر، بناء على الرقم اللي ظاهر الآن أقدر أعرف أن الحوالة هذه كانت في 3 أو 31 10 عفوا، إذا نزلت تحت الحوالة هذه كانت في 23 10، من الرقم على طول أقدر أعرف متى تحول لي المبلغ هذا. ممتاز. الاي دي بارتنر مثل ما قلنا رقم المتجر حقك، الستاتوس حق الايتم او الايتم ستاتوس المقصود فيها حالة القطعة نفسها، هل تم توصيلها او مرتجعه او قيد الشحن مدفوعه، ايش مكان الستاتوس اللي راح يظهر عندك. ولكن مثل ما قلنا هذا تقرير مدفوعات او كشف حساب، فدائما بيكون في ستيتمنت نمبر هنا
المقصود فيها أنها دائما مدفوعة بغض النظر إذا كانت مرتجعة أو إذا كانت قيد الشحن، في كل الأحوال هي مدفوعة القيمة، لأن هذا تقرير مدفوعات. طبعا إذا ارتجعت بعدها معناها راح يتم خصمها من الدفعة الجاية أو البيمنت الجاي، ولكن حاليا بنفس التاريخ اللي أنت فلترته المفروض أنها مدفوعة القيمة، وهذا عندك رقم الستيتمنت أو رقم الكشف اللي المفروض نزل في حسابك بهذا التاريخ. ممتاز. الكوميشن فيه من هنا راح نشوف اذا كانت اف بي ان او اذا كانت كروس دوك، بناء عليها طبعا راح يتم اختصام العمولة او النسب الخاصة بينه. هذا راح يكون تاريخ الشحن اللي المفروض القطعة انشحنت فيه للعميل. هنا الدليفري ديت المفروض تاريخ التوصيل، القطعة إذا متى وصلت للعميل راح يكون مذكور عندك بهذا التاريخ. إذا القطعة ما فيها تاريخ توصيل فممكن هنا يظهر لك تاريخ ارتجاع، لأن المفروض أنه لأن ما تمكننا من توصيلها فارتجعت عندك وانحسبت لك مرتجعة بهذا التاريخ. التاريخ هذا راح يظهر لك آخر تاريخ المفروض منه أنها تدفع لك قيمة المنتج أو أنها ترجع لك المنتج نفسه في حال ما تمكنت من توصيله. في تاريخ كحد أقصى بأن ممكن نوصل القطعة أو يعني ندفع لك قيمة القطعة بمعنى صح، أو نرجع لك القطعة على أساس أنك أنت تقدر تبيعها بشكل أو بآخر. التأخير هذا ليش ممكن يصير؟ لعدة أسباب، ممكن يكون تأخير من الكاستمر نفسه، ممكن مثلا يقول أنا بستلمها بعد أسبوعين أنا خارج المملكة إيش ما كان. ففي حد أقصى نون المفروض مسويته معك إنه يا إنها تبيع القطعة وتحول لك المبلغ، ولا راح يرجعوا لك القطعة كمرتجع وتطلع مرة ثانية عندك لمشتري آخر، فيعتبر كأنه إلغاء الطلب. من هنا عندك آخر تاريخ المفروض إن المشتري يقدر يسترجع القطعة، مثل ما احنا عارفين عنده 14 يوم بعد الاستلام يقدر يسترجع فيه القطعة، فهذا راح يبين لك آخر تاريخ كحد أقصى يقدر يسترجع فيه القطعة العميل أو يرجعها بعد ما أخذها. هذه عندك العملة اللي هي الكرنسي سعودي ريال. الفيكس ريت بيمنت هذه فلترة تقدر انك انت تسويها على اساس تشوف اذا هي مدفوعة القيمة ولا لا. فاذا ظاهر عندك الرقم هنا واحد معناها مدفوعة القيمة، اذا ظاهر عندك صفر معناها او فاضي بلانك معناها غير مدفوعة القيمة. فاحنا قلنا ان التقرير هذا مدفوعات، فبالتالي اذا فلترنا من هنا راح تكون القيم كلها واحد، ما عندي خانات فاضية ولا عندي خانات بلانك. نفس الخانة هذه اذا شيكت عليها حددوها معي على اساس بس تذكرونها، اذا شيكت عليها في التقرير الموحد راح القى منها واحد وراح القى منها اللي هو البلانك او الفاضي. المقصود فيها انه قد يكون في مدفوعات وقد يكون في غير مدفوعات، لان هذاك التقرير تقرير موحد، ولكن هذا على المدفوع قيمته بس، فدائما مثل ما قلنا راح يكون واحد. من هذه الخانة يا اخوان المفروض ان الان راح يعطيني تفصيل كامل عن القطعة هذه، ايش اللي صار فيها كحوالة، افتراضا ان السعر الاساسي اللي هو البيز برايس الان 74.85. هل عندك سعر عرض او سعر تخفيض؟ اذا كان موجود عندك هنا راح تبين القيمة، اذا ما عندك ظاهر صفر فراح يبين لك سعر البيع النهائي اللي من عندك المفروض هذا سعره، نفس ما احنا شايفين السعر الاساسي. في الخانتين هذه نون مارك اب او برومودين اذا في عروض من نون على نفس القطعة او نوع المنتج هذا بشكل عام، قد يكون في خصومات يتم تعميمها من نون او اي مارك اب او برومو ديل، راح يبين عندك هنا في الخانتين هذه اذا في اي قيم مختصمه من نون. اذا ما في راح يبين لك الاوفر برايس نفس برضو القيمه الاساسيه نفس ما احنا شايفين. طيب هذا المفروض الان الاوفر برايس اللي المفروض انه يطلع للعميل راح يكون بهذه القيمه. من هنا قال لك البرومو كوبون، هل العميل استخدم كوبون لعمليه الشراء هذه اللي هو سواها او لا؟ اذا ظهر عندك الكوبونات نفس اللي يستخدمونها حقين السوشيال ميديا او اي كوبون ثاني يلقاه في اي موقع كوبونات خصم، راح يبين لك القيمه اللي المفروض اختصمت من القيمه الاساسيه. فهنا باين مثلا عندي ناقص 7 ريال فاصلة 49، فمن ال 74 ناقص 9 ريال فاصلة 49، فظهر عندي الان الدليفري انفويس برايس اللي المفروض الفاتوره توصلت فيه هو 67.36 ريال. نفس الدليفري انفويس فهو نفس الانفويس برايس راح يظهر لك هنا بنفس الشكل. بعدها راح يختصمون طبعا برضو لسه اللي هي الفي كوميشن اذا كانت اف بي ان ولا اذا كانت كروس دوك، مثل ما شفنا في بدايه
التقرير اللي هو في الخانة هذه اف بي ان او كروس دوك حسب القيمة الإجمالية، فراح يختصمون منها النسب، فراح يبين لك القيمة الفعلية اللي خصموها 6.42 ريال. في كلوزنج نفس ما احنا عارفين، اذا كان المبلغ اكثر من 100، اذا مثلا اف بي ان ولا كروس دوك في اللي 4 ريال وفي اللي 6 ريال نفس ما احنا عارفين في التفاصيل، راح تكون مذكورة هنا عندك اذا كانت القيمة اكثر من ال 100 ريال. بعدها هنا بيقول لك في نون برومو. لو نلاحظ الخانة هذه الآن 7.49، ما في نقص ولكن في زيادة، يعني المفروض أن هذا المبلغ الآن اندفع لك. لو نبغى نعرف المبلغ هذا حق إيش بالضبط، خلونا نرجع هنا بنشوف نفس المبلغ موجود في البرومو كوبون، وهنا راجع لي في نون برومو، معناها الكوبون اللي تم استقطاعه منك أنت اللي استخدمه العميل لعملية الشراء، راح تتحمل نسبته نون 100% لأنه يعتبر من باب التسويق لنون، فالقيمة هذه تتحملها نون، ما راح تاخذها منك، راح ترجع لك على طول في نفس الحوالة نفس ما احنا شايفين، ولكن تفصيلا ايش اللي صار في الحوالة هذه راح يذكر لك ان هنا تم اختصار المبلغ وهنا تم ارجاعه مرة ثانية. الخانات هذه نفس ما احنا شايفين، اذا في عندك مارك اب كان ظاهر هنا في نفس الخانات الاولى اللي هي البرومو ديل او النون مارك اب، اذا كان في هنا اي تسويق من نون راح يرجع لك في الفي نون مارك اب، اذا ما في اي اضافات، ما في بانلتي، ما في اي اضافات في الخانات هذه نفس ما احنا شايفين كلها راح تظهر اصفار، هنا راح يطلع لك المبلغ اللي المفروض انه بعد الحسبه هذه يتم تحويله لك، هو 68.43. من بعد هذه الخانة هنا راح يبين لك إذا عندك أي متعلقات سابقة بخصوص هذه القطعة نفس ما احنا شايفين previous invoice price, previous fee commission, previous closing fee، أي متعلقات سابقة من هذه القطعة، إذا كان عندك متعلقات سابقة راح تظهر لك في الخانات هذه، إذا ما عندك أي متعلقات سابقة فيها فراح تكون كلها نفس ما احنا شايفين أصفار ما فيها أي متعلقات، وفي الخانة الأخيرة هذا المبلغ الفعلي اللي نزل في حسابك، هذا الآن المفروض أن تحول لأن payment statement هذا نزل في حسابك فعلي، فأنت تقدر تشوف المبلغ النهائي من هنا. إذا عندك فيه مشكلة أو حاس أن الرقم غير مطابق أو في خطأ قد يكون صار في هذه العملية، تقدر مرة ثانية ترجع من البداية وتشوف التفصيل كاملا من السعر الأساسي من هنا إلى نهاية الخانة، وتشوف في النهاية كم اللي تحول لك فعليا. ممتاز، هذا راح يكون بيان تفاصيل التقرير. نفس الفكرة راح تكون معانا في التقرير الموحد ولكن على كل المنتجات. قبل شوي ولكن راح يظهر لي كل حد، فراح ننزل الآن. نزل معنا التقرير. نفس الفكرة هنا عندي الايتم نمبر، المفروض هذا رقم القطعة مثل ما ذكرنا سابقا، اغلب المعلومات راح تكون هنا مكررة في التقرير الموحد، هذا البارتنر اس كي يو، هذا الاس كي يو حق حق نون، المدينة من والى، الستاتوس حق الايتم هل تم توصيله ولا لا، از اف بي ان، اذا نو معناها كروس دوك، اذا يس معناها اف بي ان، فبناء عليه طبعا راح تنحسب النسب والعمولات، تاريخ الشحن، تاريخ التوصيل، إذا ما توصلت مثل ما قلنا راح يبين لك هنا تاريخ الارتجاع، الخانة هذه راح تبين لك آخر تاريخ المفروض إنه تدفع لك قيمة المنتج أو ترجع لك إياه، آخر تاريخ المفروض إن استحقاق الارتجاع للعميل بعد ما يستلم القطعة، العملة، ونفس الفكرة راح يجيب لك شرح تفصيلي إيش اللي صار في الحوالة هذه، ولكن في اختلاف بسيط مثل ما قلنا اللي هي الفيكس ريت بيمنت، هذه نفس اللي شرحناها في التقرير حق كشف الحساب او المدفوعات، هناك كانت الظاهرة كلها واحد، هنا لسه عندي في خانات فاضية، فكيف اقدر افلتر في التقرير الموحد عشان اشوف ايش القطع اللي تم ايصالها مدفوعة اللي ما توصلت ما اندفعت، من الفيكس ريت بيمنت فلتر واحدة واحدة، في البداية اختار مثلا واحد راح تشوف قدامه دائما في ستيتمنت نمبر مثل ما ذكرنا. خلونا نشوف، ما في عندي أي خانات فاضية، هي اثنين statement اللي كانت موجودة، خلونا نرجع مرة ثانية نشوف حالة القطعة، راح نلقى الأغلب منها تم توصيله، وإذا في منها return راح يكون العدد نفس هذا مثلا
وهذه المفروض أنها بعد ما اندفعت قيمتها العميل طلب الارتجاع، فالمفروض القيم هذه راح تنخصم منك من الدفعة الجاية. فالأغلب راح يكون بما أن مدفوع راح يكون تم توصيله. طيب نرجع مرة ثانية للخانة رقم واحد. الآن أنا راح أفلتر اللي هو الخانات الفاضية اللي قدامها ما في ستيتمنت نمبر، معناها ما تم تحويل المبلغ. طيب في عندي هنا خيار المرتجعات، إذا ظاهر عندي أرقام نفس كذا خلونا ننزل للأخير ونستثني منها الخانات الفاضية. المفروض هذا العدد الآن ما تم دفع قيمة ولا في ستيتمنت نمبر لأنه فيه رقم مرتجع، فإذا شفت الحالة حق المنتج من هنا راح ألقاها كلها مرتجعات، فواضح عندي ليش ما تم دفع القيمة، لأنها ارتجعت قبل لا تندفع قيمتها. طيب برضو أقدر مرة ثانية أني أنا أختار اللي ما تم دفعه واللي ما عليه كريدت نوت، فزي ما احنا شايفين ما اندفع، ما في ستيتمنت نمبر، ما في كريدت نوت نمبر. طيب ايش الحالات حق القطع هذه؟ برضو من الستاتوس اقدر اشوف انها هي شيبت قيد الشحن او ديليفر تم توصيلها ولكن الى الان ما اندفعت قيمتها، فهنا راح تقدر تشوف كم عدد هذه القطع. فالفكره هنا ان هذا تقرير موحد، نفس فكره الكشف حق الحساب، ولكن الكشف الحساب كله مدفوعات، هذا تقرير موحد سواء اندفعت قيمته او الى الان ما اندفعت القيمه، راح يجيب لك التفصيل اللي المفروض انه يندفع لك، تقدر تشوف التفاصيل كامله. في هنا نقطة إضافية بعد ما يوريني تفصيل الدفعة اللي المفروض أني أنا أستلمها، هنا في تقرير أو في نقطة إضافية، هذا المبلغ اللي المفروض يتم تحويله لك باللون بلون عشان يبان معانا، هذا المبلغ اللي المفروض أنه يتحول، هذا المبلغ اللي تحول فعلا الـ Payment Statement Total، هذا المفروض نزل في حسابي فعليا. والخانة الأخيرة هنا راح يوضح لك إذا عندك أي متعلقات من الدفعة هذه إلى الآن ما تحولت لك على حسابك، راح تظهر عندك بهذا الشكل. فالمبلغ هذا المفروض هو اللي ينزل، إذا كان نزل هو فعليا فالمفروض المتعلقات صفر، ولكن إذا كان السيناريو على سبيل المثال هنا المفروض 100 واللي نزل لك فعليا 80، فالمفروض تلقائي هنا بتلاقي معلق 20، هذه قد تكون تعلقت لأي سبب ولكن من الدفعة الجاية راح يتم دفعها. فالبندنج بيمنت هنا إذا عندك أي اختلاف بين الاثنين تقدر تشوف البندنج بيمنت أو البيمنت بندنج، على أساس ممكن يكون في هنا مبلغ معلق فتكون عارف اوريدي انه معلق راح ينزل لك في الدفعات الجايه. بعدها طبعا في انفويس نمبر، اذا كانت مرتجعه في بيكون في انفويس ديت، ودامها مرتجعه ما في رقم حواله وما تم دفع قيمتها. اذا في انفويس نمبر ما في ارتجاع فالمفروض انه راح يتغير ويصير في عندك ستيتمنت نمبر وفي عندك واحد معناها مدفوعه القيمه. هذا الفرق بين التقريرين، هذا مدفوعات وهذا كامل القطع سواء مدفوعة أو لا. Stock Movement Report حددنا الاكسل كامل، ما راح ناخذ ونعطي في العناوين او الهيدرز، على طول راح نروح لادراج ونختار البيفت تيبل هذه ونضغط على اوكي، على اساس بنرتبها هنا في جدول. بنحط الاس كي يو في الفلتر، بنحط الاريا كود في الرو والاريا اذر في الكولم، وبنحط الكوانتيتي في الفاليو، ونغير من سم لانها تكون معنا كاونت. من هنا نشيل البلانكس اذا عندنا اي بلانكس كذا. الان المفروض ظهر معي الجدول هذا، فراح أشوف الأرقام اللي ظاهرة هنا وأفهم أكواد أو معاني الأكواد اللي ظاهرة هنا، وبناء على كده حقدر أشوف هذا الستوك اللي المفروض إنه في الـ FBN. من هنا طبعا أقدر أفلتر إذا راح أختار SKU معين بحد ذاته أو راح أختار كل المنتجات اللي موجودة هنا عندي بناء على الـ SKU، راح أختار All وراح أعرضها. طيب فكرة الأكواد هذه الآن شلون، كيف أقدر أفهم إيش الأكواد اللي ظاهرة عندي هنا، راح نرسل لكم إن شاء الله
راح يكون فيها الأكواد والمعاني سواء بالعربي أو بالإنجليزي. راح ناخذ عليها الآن مثال على أساس نفهم كيف نقدر نطابق. مثلا عندي هنا السي آي وعندي هنا الريتيرن. خلونا نفهم إيش معنى السي آي ريتيرن. إذا جيت للصورة، السي آي راح يكون مكتوب عليها الموقع الافتراضي للمنتجات القادمة من العملاء، فهذه المفروض أنها الآن راجعت لنا من العملاء، العملاء المقصود فيهم المشترين طبعا، فهذه المفروض الآن راجعة من العملاء، والريتيرن اللي كانت واضحة هذه مرتجعات من العملاء والمنتجات التي لم يمكن توصيلها، فهي راجعة من العميل يا أنها مرتجعة منا بعد ما استلمها أو أصلا ما تمكننا من توصيلها من البداية، فهذه مرتجعات الآن من العميل بقدر 459 على إجمالي الـ SKU حقك، ولكن ممكن لو أنت فلترت كمية معينة، طبعا نص الأكواد عندك راح تختفي وراح تظهر لك قيم أقل. ممتاز، فنقدر نتابع بناء على الأكواد والمعاني. راح ناخذ مثلا الـ Pre-Ship والـ PI. الـ Pre-Ship PI بنجي هنا نشوف في الصورة، Pre-Ship هذه المفروض منتجات جاهزة للشحن، والـ PI الموقع الافتراضي للمنتجات القادمة من الشركاء والشريك المقصود فيه أنت يا البائع، فهذه المفروض أنها جاية منك أنت الآن وجاهزة للشحن زي ما احنا شايفين في الـ Pre-Ship. فكذا راح اقدر اعرف ان السبع منتجات هذه على الثلاثة او اربع سكيوهات اللي انا اخترتها هنا، في عندي سبعة في الخانة هذه، ثلاثة في الخانة هذه، ثلاثة او 32 في الخانة هذه، كلها بناء على الاكواد اللي راح نرسلكم اياها في التدريب. كذا تقدر تراقب حركة الستوك كاملا اللي موجود عندك في الـ FBN. نفس الفكرة في التقرير الاخير، ولكن راح يكون الحالة النهائية للمنتجات. خلونا ننزل الملف. راح يكون عندي بدال كل الحالات اللي كانت ظاهرة قبل شوي والأكواد كلها، راح يبين عندي ثلاث أكواد بالتحديد. بنضغط برضو Insert ونختار نفس الـ Pivot Table، ولكن هالمرة راح نختار الـ SKU يكون في الرو هنا على الجنب، وراح نختار الاريا تكون في الكولم، وراح نختار الكوانتيتي تكون في الفاليو. من هنا نشيل البلانك. الاذر المفروض انها هذه خانات اخرى غير الثلاثة هنا، راح يبين لك يا انها بري شيب المفروض جاهزة للشحن حسب الصورة، منتجات جاهزة للشحن. ريتيرن المفروض ان هذه قادمه من العملاء او منتجات لم يتمكن توصيلها. ستوك المفروض انها منتجات متوفره في المخزون. الاذر هذه المفروض انها محطه توقف، راح تتغير عندك بناء على المراحل حقتها في واحده من الثلاث هذه، وهذا الاجمالي. طبعا هنا بادي عندك من الارقام الصغيره، في ارقام تكون اكبر على حسب انت عاد تبغى تسوي لها سورت، تبغى تحسبها بطريقه مختلفه، تبغى تختار اس كي يو بحد ذاتها من الفلتر وتشوف اللي راح يريحك في الحساب. ممتاز، طبعا في النهاية إذا أنت تبغى تشوف برضو من باب الاطلاع كم القطع اللي باقيت لك في الـ FBN، تقدر تدخل على قائمة منتجات الشريك على طول، وراح تشوف نفس ما عندك هنا مخزون الكروس دوك، راح تشوف مخزون الـ FBN نفس المثال هنا. فاختصارا لكل هذا الكلام، نطلع لك الآن عندك مخزون لسه باقي 39 في الـ FBN و120 في الكروس دوك أو الباك تو باك. فإذا حاب تطلع على الأرقام هذه بس كم باقي لي، تقدر تشوفها من قائمة منتجات الشريك. الآن راح نتطرق للخانات الثانية اللي احنا قلنا كذا خلصنا المفروض ست أنواع من التقارير. راح نتطرق الآن للمبيعات لكشف الحساب وللمخزون كتاب. بنبدأ الآن بالمبيعات مثلا. نفس الفكرة، أقدر أفلتر من هنا تاريخ معين وأبحث، أو أقدر أفلترها حسب الحالة، مرتجعة، تم استلامها، إيش مكانة الحالات اللي موجودة عندي، وأقدر إني أعرض أكثر من 40 إلى 120 قطعة في الصفحة. طبعا القطعة الآن اللي مسرودة عندي هنا في هذه القائمة تعتمد على نفس فكرة الأيتم نمبر اللي كنا قاعد نشوفه في الإكسل، فكل خانة من هذيلة بأيتم نمبر مختلف، فعلى حسب الأيتم نمبر المفروض إنه طلع عندك خلال الفترة هذه راح يعطيك قائمة هنا
توصل صفحاتها قد ما وصلت معك، لكن دائما بتكون عبارة عن ايتم ايتم او قطعة قطعة بالايتم نمبر. نفس فكرة المبيعات اللي كنا شايفينها، ولكن هنا راح تظهر لك بأن هذا رقم الايتم. هنا المفروض الاس كي يو حق الشريك، اس كي يو حق نون، حالة القطعة، تاريخ الشحن، السعر الأساسي اللي المفروض أنها انشحنت فيه أو تم بيعها فيه، الرسوم اللي تم احتسابها عليك، هل في مبالغ معلقة أو لا، صافي الدفع اللي نزل في حسابك. مجرد ما أنت تبغى تدخل على تفاصيل إضافية فراح تضغط عرض المزيد، زي ما مثلا حندخل على هذه الآن عرض المزيد، نضغط على عرض المزيد راح يجيب لك تفصيل اللي صار معك، نفس الفكرة اللي شرحناها في الإكسل، السعر الأساسي، سعر الترويج، علامات نون أو ترويج أو عروض ترويجية من نون، السعر في العرض، كوبون إذا تم استخدامه كم كانت قيمته، وفي النهاية عندك المفروض إجمالي المستحق، هذا المفروض اللي ينزل لك في حسابك. ممتاز. في معلومة إضافية هنا، طبعا هذا رقم المنتج اللي هو نفس الايتم نمبر، رقم الفاتورة، اس كي يو حق نون، تاريخ الشحن. في معلومة إضافية أن هذا المفروض تاريخ الشحن، هذا التاريخ المستحق أن يا يرجعوا لك المنتج أو يدفعون لك قيمته، وهذا تاريخ مرتجع للعميل كحد أقصى. طيب هذا التاريخ اللي المفروض أنه يا يرجعوا لي القطعة أو يعطوني قيمتها، في حال نون تأخرت عليك عن هذا التاريخ إيش اللي راح يصير؟ في عندك هنا مقياس غرامات الإرجاع المتأخر، أنهم رجعوا لك القطعة أو دفعوا لك قيمتها ولكن متأخر عن هذا التاريخ اللي حطوه كحد أقصى، فإلى 5 أيام تأخير راح نون تدفع لك 3% كغرامة من قيمة المنتج، إلى 40 يوم تأخير على هذا التاريخ راح تدفع 15% من قيمة المنتج، طبعا هذا زائدا قيمة المنتج نفسه أو يرجعون المنتج نفسه لك مرة ثانية. فهذه الغرامات هي المعلومة الإضافية اللي معنا في خانة المبيعات. الآن راح ندخل على كشف الحساب. الحساب عندنا من هنا اللي هو كشف الحساب، مثل ما قلنا نكون او مثل ما كنا نقول، راح ندخل على كشف الحساب. من هنا عندي فواتير، نفس فكرة قيمة الضريبة المضافة اللي قلنا على انها حق المدفوعات، راح يبين لك رقم الفاتورة، التاريخ، العملة، المجموع، ضريبة القيمة المضافة غير مشمولة هو 54.94، ضريبة القيمة المضافة راح تكون 2.75، والمبلغ الإجمالي راح يكون 57.69. إذا استخرجت راح يبين لك نفس الإكسل حق فكرة الضريبة المضافة، ولكن هنا مظهر لك إياه في النظام على طول، إذا استخرجته كإكسل راح يبين لك نفس القطعة هذه لحالها وحيدة، وما في تفاصيل أكثر في التقرير لأنك استخرجت بس الايتم نمبر هذا. اختارات بالرصيد، نفس الفكرة هذه راح تكون للمرتجعات، المفروض أني أستثني المرتجعات من الفواتير عشان أعرف قيمة الضريبة المضافة اللي المفروض أني أنا أدفعها الصحيحة. نفس الفكرة، رقم الكريدت نوت أو الإرجاع، التاريخ، المجموع، ضريبة القيمة المضافة هو 19.13، منها الضريبة المضافة تساوي 0.91، فالمبلغ اللي بيصفى لك ضريبة القيمة المضافة غير مشمولة هو 18.22. برضو نفس الفكرة، إذا استخرجته خلونا ناخذ مثال راح يبين لك بهذا الشكل. نفس فكرة المرتجعات، هذا الكريدت نوت وهذا الكريدت نوت نمبر اللي راجع بنفس الانفويس نمبر هذا. هذا الايتم نمبر حق القطعة، 5% هي الريت او العمولة حسب النظام، المبلغ بعد خصم الضريبة المضافة قيمة الضريبة المضافة. فنفس الفكرة، هذا الديسكريبشن وهذا الاس كي يو، ولكن نفس ما احنا شايفين هو جايب لك ريكورد واحد او منتج واحد، لانك انت استخرجت المنتج بحد ذاته. اذا استخرجت عن طريق الاكسل فراح تجيب لك مجموعة كاملة من المنتجات حسب التاريخ. المدفوعات راح يبين لك اجمالي المدفوعات اللي المفروض انها تحولت في حسابك، مجموع الايرادات الغير مدفوعه اذا عندك مبالغ ما اندفعت، وهنا راح يبين لك الدفع القادم المفروض متى يكون. لو نلاحظ ان التاريخ تاريخ اليوم، فانت المفروض تحويلاتك دائما راح تكون بشكل تلقائي كل يوم ثلاثاء، المفروض انه هنا راح يبين لك انه في قيمه المفروض انها تدفع لك.
بعدها هنا بما انه في تاريخ مفلتر من 15 الى 15/11 راح يبين لك هنا شوف الحسابات اللي انت استلمتها. زي ما احنا شايفين هذا المفروض كان في 31/10، نزل تحت شوي، هذا في 23/10 نزل تحت، هذا في تاريخ 16/10. الخانات الحمراء اللي احنا نشوفها هنا طبعا هذا يعتبر كاستحقاق، المفروض مثلا شايفين نفس الرقم ما تغير، فهذا المبلغ نزل لك وهنا تم اختصامه، بعدين هنا رجع مرة ثانية نزل لك، يعني كان داين ومديون، فهنا مديون رجع حولوا لك اياه، هنا مديون رجع حولوا لك اياه، فهي نفس الفكرة. اللي انت تقدر تستخرجه هو اللي يكون مكتوب عليه كشف الحساب، هذه ايداعاتك اللي تحولت على حسابك. تبغى تشوف الاجمالي، تقدر انك انت تشوف الاجمالي اللي نزل لك. تبغى تدخل في تفاصيل، اضغط على عرض المزيد، راح يجيب لك تفاصيل، او عفوا راح يجيب لك تفاصيل الحوالة كاملة في الجدول اللي شفناه قبل شوي. ثواني عرض المزيد مثل ما قلنا، راح يجيب لي هنا تفصيلا ايش القطع اللي كانت موجودة، الزايد المفروض ان هذه تم دفعها لك، اذا لقيت فيها سالب هذا المفروض انها مختصمة منك او خصموا القيمة هذه فعليا منك، تكون مرتجعة غالبا، فعشان كذا رجعوا خصموا القيمة. في النهاية بتشوف انت تحت في الخانة الاخيرة المفروض الخصومات كانت بهذا المبلغ، اللي دفع لك هو هذا المبلغ. فاذا واضح عندك بشكل سليم ممتاز، تبغى تستخرجه في اكسل برضو تقدر تستخرجه في الاكسل. الخانة الاخيرة راح يبين لنا فيها المخزون، من هنا راح يجيب لي المخزون كامل. المفروض انا عندي 1085، 710 هذه المفروض انها متوفرة كستوك في الاف بي ان. تخصيص المفروض انها حالة تكون بتتخصص بعدين بتروح لوحدة من الحالات هذه، تم الارجاع، هذه المفروض انها ارتجعت لك، رجعت لك يا البائع. المرفوضة من فحص الجودة راح تكون هنا، التالف راح يكون هنا، الاخرى راح تكون الغير معرفة راح تكون ظهرت لك هنا. طيب ايش المرفوض ايش التالف برضو راح تقدر انك انت تشوفه هنا، اسباب رفض الجودة راح تكون مكتوبة عندك هنا، هذه الاسباب وهذه المنتجات وهذه الكميات، وهنا طبعا عندك صندوق الباركود اللي المفروض وصلت فيه الحوالة. التالف راح يكون ظاهر هنا عندك، هذه المنتجات المفروض انها تالفة بهذه الكميات، واذا عندك غير معرف راح يكون ظاهر لك هنا هذه الكميات كلها غير معرفة، ظهرت في او حسبوها وجردوها من البوكس نمبر اللي وصل اللي هو هذا. تقدر تستخرج كل المعلومات هذه طبعا في الاكسل فايل برضو، وتقدر تشتغل عليها بالطريقة اللي تريحك. هذا كان محتوى التدريب لليوم يا اخوان. المفروض اخذنا الاربع تابات، مبيعات، كشف حساب، والتقارير والمخزون. بكذا خلصنا الواجهتين اللي المفروض ان عندنا فيها تدريب على الشكل الجديد او نظام سيلر لاب الجديد، نفس الخانات، مبيعات، وكشف حساب، والتقارير. قلنا التقارير راح نشوفها بنفس الشكل، مجرد ما نستخرج مثال الستوك موفمنت، او خلونا ناخذ مثلا بيان تفاصيل التقرير افضل. مجرد ما اكسل معنا نفس المحتوى نفس ما احنا شايفين، السعر الاساسي، سعر البائع، نفس التفاصيل اللي احنا شفناها في الاكسل، بمعنى ان الاستخراجات كلها راح تكون نفس الفكرة. نرجع للنظام، هو تير، عندنا هنا المرتجعات للضريبة المضافة، وايضا المدفوعات نفس ما احنا شايفين، كشف الحساب او الايرادات اللي المفروض انها تنزل في حساباتنا بنشوفها في هذه الخانات في حال كانت موجودة. التدريب نقدر نشوف التقارير او المخزون او الى اخره بنفس الفكرة، ما تغيرت عندنا او ما تغير عندنا غير الشكل الخارجي.
مثل ما قلنا أتمنى أن السؤال يكون ما يأخذ وقت في الشرح، إن كان كذلك إن شاء الله أجاوبك عليه. كيف أعرف رقم متجري وكيف أعرف أنه مفعل من واجهة متجري؟ رقم المتجر نقدر نستخرج أي ملف من المستخرجات أو من المدخلات، من ضمن الأعمدة الأولى اللي راح تظهر حيكون مكتوب عليه ID Partner أو Partner ID. كذلك المفروض في نفس الإيميل الأول اللي تم إرساله لنا من نون، مبروك لقد تم إنشاء متجرك، المفروض يكون في عنوان الإيميل في رقم من 5 خانات، هذا رقم المتجر. كيف أعرف أنه تنشط أو تفعل؟ نقدر أن احنا نشوف المنتجات هل هي فعالة أو غير فعالة. إذا كانت فعالة معناها معكوسة في الموقع ظاهرة، فالمتجر نشط. إذا كانت غير فعالة وكل المنتجات غير فعالة معناها أن المتجر ما هو نشط. لذلك نقدر نشوف المستودع هل هو نشط أو ما هو نشط. ممكن تورينا التقرير هذا؟ أي تقرير؟ بعض المنتجات أشحنها من المستودع الخاص فيني اللي هو النسب والعمولات. نضغط على هذا كشف حساب. الآن أنا داخل على كشف الحساب مدفوعات، هذا كشف حساب مثلا. لو تلاحظون هنا عندي المجموع، الخصومات إذا في أي منتجات خصمت كسالب ناقص نفس كذا مثلا، مرتجعات أو إلى آخره، العمولات وإلى آخره. وعندي هنا مجموع ضريبة القيمة المضافة، هذا لي النسب والعمولات، القيمة المضافة الخاصة في النسب والعمولات يصير إجمالي الخصم أو إجمالي المبلغ اللي المفروض يدفع نفس ما إحنا شايفين. نقدر ناخذ كشف حساب ثاني في المدفوعات مثلا. نضغط على أي كشف حساب، نفس الفكرة، مفروض أنه راح يطلع لنا مجموع الخصومات كاملة، الضريبة المضافة على هذه الخصومات، ونشوف القيمة اللي المفروض أنه نستلمها. فمجموع الضريبة المضافة هذا اللي يخصم، هذا الآن الضريبة المضافة على النسب والعمولات، وليست الضريبة المضافة اللي المفروض البائع يدفعها للحكومة. وضحت معنا؟ بالنسبة للبائعين اللي ما عندهم ضريبة مضافة أو معفيين من الضريبة المضافة، في هذه الحالة نون راح تاخذ الضريبة المضافة منكم، يعني راح يكون عليكم 15% موجودة زائد 1% رسوم فوترة، لأن نون هي اللي راح تصدر الفواتير نيابة عنكم وراح تدفع الضريبة المضافة. الإجابة يوزر سما، نعم الضريبة اللي ياخذها نون على العمولات فقط. طيب يا إخوان، في أي سؤال تفضلوا. اللي عنده سؤال يتفضل في الشات.